بكم. لا صوت يعلو فوق صوت الرفض للتعديلات الدستورية في مصر من جانب المعارضين للنظام. مواقع التواصل الاجتماعي فاضت بمنشورات الرفض وتجاوزتها إلى مقاطع فيديو لنشطاء يعلنون بأنفسهم أنهم لا يؤيدون تعديل الدستور لمنح الرئيس فترات ولاية جديدة حتى العام 2034، وربما يعدل الدستور خلالها ليبقى في السلطة إلى الأبد. هكذا قالوا، وحتى الآن لا يبدو التأييد الصريح للتعديلات إلا من مجلس النواب الذي طلب بالتعديلات وباركها، والذي يراه المعارضون يد السيسي الطويلة لتبرير كل ما يريد من أجل البقاء في الحكم إلى الأبد. أنا علي محمد علي، مواطن مصري. في التعديل الدستور المادة 226 من الدستور تقول أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية. أنا المواطنة صباح فواز إبراهيم، أرفض تعديل الدستور. المادة 226 تقول إنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية. أنا المواطن إسماعيل رمضان، أرفض تعديل الدستور. المادة 226 تنص على أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية. أنا المواطنة أسماء صبحي طه، برفض إجراء أي تعديل على الدستور، لأن المادة 226 بتقول لا يجوز إجراء تعديلات على المواد المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية. أنا المواطن المصري جمال فاضل سعيد، أرفض تعديل الدستور وأرفض التعدي عليه، فالمادة 226 من الدستور تقول أنه لا يجوز تعديل أي مادة من المواد الخاصة بإعادة انتخاب الرئيس. أنا المواطن المصري أحمد صقر، أعلن رفضي للتعديلات الدستورية والتعدي على المادة 226 من الدستور، وأحمل أعضاء مجلس الشعب المسؤولية القانونية والتاريخية عن التعدي على الدستور المصري والمبادئ الراسخة لاستقلال القضاء المصري وتحديد الاستقرار والسلام الاجتماعي في مصر. أنا مواطن مصري اسمي محمد عبد المنعم رشاد، برفض تعديل الدستور لأن المادة 226 بتقول إن هو لا يجوز في أي حال من الأحوال تغيير النصوص المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية. أنا شرف الدين محمد، مواطن مصري، برفض تعديل الدستور. المادة 226 بتقول لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بعد انتخاب رئيس الجمهورية. ولمتابعة هذا الشأن ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من لندن دكتور أسامة رشدي، عضو سابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان. مرحبا بكم دكتور. كما ينضم إلينا عبر الهاتف المحامي محمود عطية، منسق ائتلاف مصر فوق الجميع. مرحبا بك أستاذ محمود. دكتور أسامة، المصريون أو بعض ما سمعناه يقولون لا للمادة 226 تقول لا يجوز تعديلات النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية. من المسؤول عن الاختراق؟ أليس من حق المصريين أن يقولوا هذا علنا؟ بالتأكيد من حق المصريين أن يسألوا هؤلاء الذين لا عهد لهم ولا كلمة لهم ولا يعني ميثاق لهم. هم دائما يكذبون ويهربون للأمام من كذبة إلى كذبة أخرى. الحقيقة أنا بس أريد أقول أن القضية هنا لا تتعلق فقط بمدد الرئاسة وتأبيد الحكم، القضية هي تتعلق بإعادة هندسة الدولة المصرية المتعلقة بالجيش، بالقضاء، بالقضاء العسكري، بإقرار المعاهدات المتعلقة بالسيادة. وهذا من أخطر ما يمكن في نظري، أخطر حتى من التمديد للسيسي نفسه. نعم. الصلاحيات التي يريد أن يعطيها لمجلس الشورى، وبالتالي على حساب المادة 151 التي سيقومون بإلغائها بالتأكيد، وبالتالي والسلطات مطلقة لرئيس الجمهورية. فإحنا أمام عسكرة للدولة المصرية ودسترة للاستبداد ومحاولة لفرض البيادة العسكرية على كل الدولة المصرية. نعم، هذه العسكرة ربما سنأتي إليها بعد حين. دكتور أريد أن نتوقف، يعني بدأ الأمر هينا يعني ورب جد جره اللعب كما تقول العرب. البرلمانيون المصريون أعضاء الشعب هم الذين طالبوا بهذه التعديلات، ما هي المسؤولية القانونية والتاريخية لهؤلاء الذين كما قال مواطنون للجزيرة مباشر إنه اختراق للمادة 126 من ممثلي الشعب في البرلمان؟ يا سيدي، هؤلاء أشباه نواب أتى بهم السيسي، والكل يعلم الآن فضيحة اختيار هذا البرلمان في المخابرات المصرية اسما اسما، والقانون اللي انتخبوا بقانون زائف.
وانتخابات زائفة أتوا بأشباه نواب في الأسبوع الأول لهم، وقعوا على 330 قانون في أسبوع واحد لم يقرؤوه. هؤلاء شهود زور، هؤلاء الناس شهود زور، هؤلاء بصمجية أتي بهم لكي يبصموا. ونحن لدينا معلومات أن بعضهم وقع على ما تسمى بهذه التعديلات على بياض حتى لم يقرأها، وبالتالي هؤلاء ليسوا مؤتمنين على لا على دستور ولا على حقوق وحريات الشعب المصري ولا على ما أقسموا عليه عندما وطأت أقدمهم هذا المكان الذي لا يستحقوه، عندما أقسم كل منهم أن يحترم القانون والدستور. والمادة التي يشير إليها المواطنون، الفقرة الثانية من المادة 226، هي مادة يفترض أنها فوق دستورية، تقول وفي كل الأحوال لا يجوز تعديل مدد الرئاسة ولا يجوز تعديل ما يتعلق بالحقوق والحريات إلا لتعززها أو إلا لما هو أفضل منها. نعم. فإذا هؤلاء حنثوا على القسم واليمين، ولا عهد لهم، ولا يمكن لأحد أن يطمئن إلى شهادتهم ولا إلى عملهم. نعم، معي أيضا عبر الهاتف أرحب بالمحامي الأستاذ محمود عطية، منسق ائتلاف مصر فوق الجميع. أستاذ محمود عطية، بنظرة محام كيف تنظر إلى مسألة التعديلات الدستورية الآن في مصر؟ ما هو الهدف منها؟ مساء الخير يا أستاذ محمد. مرحبا أستاذ. بنظرة محامي فهذا دستور والقانون ينص على أن من حق أعضاء مجلس الشعب أن هم يتقدموا بمشروع قانون لتعديل الدستور أو رئيس الجمهورية أو الحكومة، فده شيء طبيعي. أما ما يقال أن هذه المادة المصارة والتي تقول أن أو أسمع أنا أنها فوق دستورية، فهذا كلام غير دستوري ولا قانوني بالمرة. كيف ذلك؟ اشرح لنا أستاذ كيف ذلك أستاذ محمود؟ ما فيش أصل، ممكن يكون في حاجات اتفاقيات دولية ما بين دول ومعاهدات دولية، ممكن في هذه الحالة أن نقول أنها فوق الدستور، ولكن تكون مادة داخل الدستور أو فقرة من مادة داخل الدستور ونقول عليها أنها فوق دستورية، فهذا كلام غير دقيق. وكل الأعضاء مجلس الشعب في أي دولة في العالم في قوانين. نعم. بتحدد. لا، لكن حتى أستاذ محمود، يعني البعض يقول أن هذه الإجراءات هي يعني أعدت خصيصا ويعني ليستمر السيسي في الحكم ويعاد ترشيحه ويعاد ويعاد، هل هذا صحيح؟ كيف تنظرون في مصر إلى ما يقال؟ على الأقل نقلت لك ما يقال. أيا كان الموضوع، بقاء فخامة الرئيس أو عدم بقائه، فهذا راجع إلى الشعب، لأن بيحصل استفتاء من له الحق. الشعب يقول له نعم ومن له الحق يقول لا، فهذا بهذه الديمقراطية. إما أن نختزل المسألة في شخصنا وفي انتقامات وفي أحقاد وفي أشياء مثل هذا القبيل، فهذا ده مش أمور دولة، يعني الدولة ما بتمشيش كده أبدا يعني. نعم. أستاذ محمود أصلاً، أستاذ محمود، يعني أنت قلت أمرين أساسيين، أن هذه المادة يمكن أن تغير وأن يمكن للسيسي أن يستمر والانتخابات هي الفيصل. أرجو أن تسمح لي أعود إلى الدكتور أسامة رشدي. دكتور أسامة، يعني أنا من أصدق الآن في مسألة أن هذه المادة يمكن تغييرها كما يقول أستاذ محمود، كيف ترد؟ المادة لا يمكن تغييرها، لأن السيسي عندما أقسم بأنه سيحترم الدستور والقانون، هذا الدستور الذي أقسم على احترامه يقول أنه لا يجوز تعديل هذه المادة. لا، هناك مواد فوق دستورية يا سيدي في قوانين دول مختلفة، لا يجرؤ أي برلمان أو أحد أن يمسها أو يتلاعب بها. ألمانيا فيها مواد فوق دستورية، فرنسا فيها مواد فوق دستورية، هذه القضايا. ونحن نتكلم عن حق أساسي، مبدأ أساسي اسمه المبدأ في تداول السلطة. من قال أن السيسي تتعمل لي مادة انتقالية أنه يبدأ من جديد 12 سنة؟ مين اللي بيوزع العطايا؟ هؤلاء يعني أعطوا من لا يملكون، أعطوا لمن لا يستحق، هذا لا يستحق أن يحدث، وهؤلاء لا يملكون ذلك. هؤلاء
مغتصبون للمقاعد التي يجلسون عليها والكل يعلم ذلك. أما أن الشعب يا سيدي، الشعب مكبل، الشعب مجوع، الشعب الآن تنتهك إرادته وحقوقه وحرياته عبر قوانين غير دستورية وعبر آلة عسكرية قمعية استبدادية. فنتكلم بعد ذلك عن شائعة الشعب الحرية. نحن في 2012 كانت لدينا استفتاء حقيقي على الدستور، كان لدينا حملة قالت نعم وحملة قالت لا، وكان الشعب حر لدرجة أن محافظة القاهرة من قالوا لا كانوا 51% من 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 مجموع المصوتين كانت لهم الحرية في أن يقولوا نعم أو لا. كذلك استفتاء حتى 19 مارس الشعب أعطي كامل الحرية. لكن هل يجرؤ أحد الآن أن يقف في الشارع المصري ويعارض هذا العبث الدستوري؟ نعم. لا دكتور، دكتور أسامة، القمع الآن دكتور أسامة، قلت قبل حين من أن هناك محاولة لعسكرة الدولة المصرية. بعض الكتاب المصريين المثقفون تحدثوا عن هذه القضية وقالوا، أختار لك عنوانا مثلا، عندما ترى الخطأ صوابا، كاتب المقال يحذر من السيسي أو يحذر السيسي من تكرار تجربة الرئيس المخلوع مبارك. هل نظام السيسي هو نسخة مستمرة لما كان سابق مصريا؟ وإلى أين تمضي مصر إذن إذا مرت هذه التعديلات؟ هل ستمر؟ لا، هو طبعا نسخة أسوأ من مبارك. احنا أمام عسكرة كاملة. عندما يقال أن وزير الدفاع يتم اختياره من المجلس العسكري، أنت تخلق دولة داخل الدولة. يعني معناها دولة وزير الدفاع اللي هو بيعينوه المجلس بتاعه بتاع الضباط اللي هم مستقلين تماما عن الحكومة وعن الرئاسة. هذا عبث، هذا كلام. موضوع العلاقات المدنية العسكرية احنا لا نخترع العجلة. كل الدول في العالم كلها هناك في دمقرطة للمؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية في العرف الدولي السائد الآن الذي بات حتى في كثير من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا طبعا وأمريكا، أن المدني المنتخب هو الذي يحدد مهام القيادات العسكرية. احنا شايفين الآن في أمريكا ترامب بعض الضباط بيشتكوا بيقول لك ما استشرناش حتى في الانسحاب من سوريا أو في قراره. لما جاء رئيس الأركان يناقش ماكرون على الميزانية قال له لو سمحت ومين اللي بيحكم؟ الثاني قدم استقالة. هكذا العلاقات المدنية العسكرية في الدول الديمقراطية. أما يجي يقول لي احنا مستقلين ويجي يقول لي قضاء عسكري يحاكم الشعب المصري كله بالتفصيل الموضوع في المادة دي، هذا ظلم وهذا افتئات وهذا استبداد وهذا تغول على كل القواعد والقيم الدستورية التي يعرفها العالم كله. شكرا جزيلا لك من لندن دكتور أسامة رشدي، عضو سابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان. شكرا جزيلا دكتور أسامة. الشكر أيضا جزيل وموصول للأستاذ محمود عطية المحامي ومنسق ائتلاف مصر فوق الجميع. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، يلتقيكم بعده زميلي مجاهد شرارة ليواصل معكم فقرات المسائية وفيها تحقيق أممي يؤكد أن خشقجي كان ضحية قتل وحشي ومتعمد خطط له ونفذه مسؤولون بالدولة السعودية. وحملة العدالة من أجل خشقجي تعقد مؤتمرها السنوي أمام